لأول مرة تقام على مستوى فلسطين بطولة تجديف شاطئية على مراكب الكاياك. احنا اليوم عندنا 57 مشارك ومشاركة في هذه البطولة على مستوى قطاع غزة، عدد المراكب 4 مراكب، وهذا إشي يعني بفعل الحصار الموجود عدم توفر مراكب. بالرغم من ذلك صممنا وقررنا وقلنا لازم نعمل هذه البطولة. اليوم اجيت كجريح اشارك في هذه البطوله الشاطئيه الاولى على قطاع غزه الحبيب. احنا كاصحاب ذوي همم عاليه في قطاع غزه اصرنا ان نكون مشاركين في هذه البطوله، وطبعا لاول مره على مستوى فلسطين ان شاء الله حنشارك وراح ننجز فيها لكي تكون بعد ذلك التدريب ومن ثم المشاركات الخارجيه. بنواجه العديد من الصعوبات والتحديات، خصوصا بسبب قلة الإمكانيات بسبب الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها في قطاع غزة. لكن رغم الصعوبات اللي احنا عشناها احنا كفتيات في قطاع غزة بنحب نواجه، بنحب نتحدى، يعني تحدينا كتير يعني، واحنا بنمارس هاي الرياضة كنوع من ابسط انواع حقوقنا في هذا المجتمع.